السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم تريكو مع رندا. درسنا النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة إسقاط الغرز من على الإبرة، يعني إزاي نختم السطر الأخير ونسقط الغرز دي كلها من على الإبرة بحيث يكون معانا حلقة واحدة بس. في النهاية بقص الخيط وبربط الحلقة دي، بكون خلصت شغلي خالص. لو أنا شغالة بالطريقة العدلة بختم بالطريقة العدلة، لو شغالة بالطريقة المقلوبة بختم بالطريقة المقلوبة، يعني بطريقة الشغل اللي احنا طبعا شرحناها في درسين قبل كده. واحنا هنا دي القطعة انا شغلاها سطر عدل وسطر مقلوب، شرحناها في الدرس اللي فات. تعالوا بقى نشوف ازاي هنقدر نسقط الغرز بتاعتنا من على الابرة. طيب انا كده واقفة عند السطر اللي هو ايه يا بنات، الوش عندي هنا بيكون سطر عدل. لما بقى بكون واقفة عند الوش العدل دوت بشتغل بالطريقة العدلة، يعني بشتغل بدخل بالطريقة العدلة. طيب انا لو نهاية الشغل عندي بتكون بالشكل دوت، دي هيكون عندي الطريقة المقلوبة، السطر ده هيكون هو السطر المقلوب. لو هو اللي عندي بيعتبر موجود في وش الشغل بشتغل بقى بطريقة الغرزة المقلوبة. تمام يا بنات؟ طيب انا عندي هنا دلوقتي وش الشغل هنا هو على الشكل المعدول، تمام؟ اذا هشتغل يعني هفصل الحلقات دي من على الابرة بالطريقة المعدولة، وبنفس الطريقة هي طريقة الاسقاط واحدة، اما بس هي اللي بيختلف اذا كنت بس بتشتغلي عدد السطور اللي انت شغلها كلها عدلة بتختمي عدلة، لو انت شغل عدد السطور كلها مقلوبة بتختمي مقلوبة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي هنا قطعة شغلناها مع بعض بغرزة العدلة، سطر عدل وسطر مقلوب، سطر عدل وسطر مقلوب، بيديكي الشكل الجميل ده، شكل السنبلة الحلوة دي. طيب تعالوا بقى نبتدي نسمي الله ونبتدي نشوف هنسقط الغرز دي من على الابرة ازاي. بسم الله. في البداية طبعا ببتدي اشتغل انا هنا على الوش العدل، فاذا هشتغل ايه بالطريقة العدلة. الطريقة العدلة اني بدخل في الفراغ من جهة اليسار، من عند ايدي اليسار، من عند ايدي الشمال. اما بالطريقة المقلوبة بدخل من جهة اليمين، بدخل من الفتحة اللي هي على اليمين. تمام يا بنات؟ في جهة الغرزة العدلة بتكون الابرة اللي على اليمين تحت الابرة اللي على اليسار بشكل الاكس كده، اما الطريقة المقلوبة بتكون ابرتي بقى هي اللي على اليمين هي اللي فوق الابرة اللي على اليسار وبشكل حرف الاكس بردك. تمام؟ في كلتا الحالتين انتي بتكون هي نفس الطريقة. ايه هي الطريقة؟ ان اشتغل غرزتين على الابرة وبعد كده اسحب واحدة منهم من فوق التانية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنشتغل بشكل العدلة النهاردة اهو، لان عندي الوش دوت على العدلة، بدخل زي ما احنا شايفين في الحلقة من جهة اليسار، وبكون الابرة اللي على اليمين هي اللي تحت الابرة اللي على اليسار. هبتدي الخيط المتصل بالبكرة الفه على الابرة، وابتدي عندي هنا الابره اللي على اليمين بسحبها واحده واحده، واخد الحلقه اللي انا لفتها اهي يا بنات شايفينها، بخرج بقى ايه بخليها على الابره دي، وبخرج بخلي الابره اللي على اليمين هي اللي فوق الابره اللي على اليسار. طالما انا سحبت الحلقه دي هنا في الابره دي هنزل بقى الحلقه اللي على الابره اللي في اليسار. تمام؟ هرجع الغرزه رقم 2 بنفس الطريقه، طالما السطر عندي كله عدل بشتغل كله عدل. هدخل هلف الخيط على الابرة، اللفة اللي انا لفتها دي محتاجة اسحبها من السن ده واجيبها هنا عندي جهة اليمين، جهة عفوا اليسار، والابرة بتاعتي لما بجيبها جهة اليسار بتبقى فوق الابرة اللي على اليسار. طالما رفعت الحلقة دي هنا على الابرة اللي على اليمين اللي بشتغل بيها بنزل الحلقة التانية من الابرة دي. طيب كده بقى معايا حلقتين يا بنات على الابرة، سواء اشتغلتهم بالطريقة العدلة او بالطريقة المقلوبة واحد مفيش مشكلة، المهم ان انتوا بس عارفين الطريقتين. هاجي بقى ان الحلقة رقم اللي هي رقم 1 عندي هنا اهي، تمام، بجيبها واعديها. خدوا بالكم من الحلقة الاولى ما تفصلش منك خالص، حطي صباعك عند بداية الابرة اهي اللي على اليمين، وامسكي بصباعك والابرة الحلقة الاولى، هاتيها امشي بيها امشي بيها ونزليها من على الابرة، بس شرط انك تكوني محافظة على الحلقة الاولى معاكي. تمام؟ انا كده تخلصت من غرزة. تمام؟ محتاجة كل ما احب اتخلص من غرزة يكون عندي حلقتين على الابرة. طب انا كده معايا حلقة، خلاص اشتغل غرزة كمان، كمان غرزة
وانزلها مع الابره التانية. كده بقى معايا حلقتين، تمام. نكرر نفس الخطوه، وزي ما قلت لكم وبرجع اكرر، لو انا بشتغل بالطريقه العدله اوكي عادي بتشتغلي بالطريقه العدله، لو بشتغل بالطريقه المقلوبه هشتغل السطر كله بالطريقه المقلوبه، بس الحكمه عندي فين او الطريقه اللي انا بسقط بيها فين، انك يكون عندك على الابره اللي على اليمين حلقتين، وكل ما تتمي حلقتين على الابره بتجيبي الحلقه الاولى بتعديها من على التانية وتنزلي بيها من على الابره تنزليها تسقطيها تحت. تاني بكر ايدي اهو، صباعي ده ماسك هنا اهو سادد المكان عشان الحلقة الاولى دي مهما اسحب ما تقعش مني، وبايدي اللي على اليسار والابرة هبتدي بقى ادخل. بصوا اهي بدخل ابرتي اهي اللي على اليسار فوق الحلقة الاولى دي، واسحب اسحب اسحب اسحب، وبايدي اللي على اليمين ماسكة الغرزة الاولى اللي على الابرة عشان ما تقعش، وانزل الحلقة دي كده واسيبها من على الابرة التانية. تمام كده سقطت حلقة تانية، معايا حلقة واحدة محتاجة زي ما اتفقنا مع بعض يكون معاكي كام حلقة، معاكي حلقتين. كل ما اخلص حلقة اشتغل حلقة تانية بالشكل ده وارجع سقط اللي بعدها، بجيبها واخرجها من على الابرة وانزلها تحت. معاكي حلقة، اشتغلي حلقة بعدها من الابرة التانية، بدخل الف الخيط واخرج واسحب الحلقه دي من على الابره واخليها على الابره اللي على اليمين، واسقط الحلقه اللي انا اشتغلتها على الابره اللي على اليسار. طالما بقى معايا حلقتين على ابره اليمين بدخل تحت الحلقه الاولى بالابره اهو، ابرتي اللي على اليسار اصبعي ده بسد الابره بالشكل ده، اسمح لمين يعدي؟ اسمح بس للحلقه اللي انا بنزلها تحت دي اهي، طالما نزلتها تحت كده تحت الحلقه الاولى هخرجها من على الابرة عندي، وتبقى عندي حلقة. بفضل بقى اكرر بنفس الطريقة، افضل اشتغل لو انا بشتغل بالطريقة المقلوبة هشتغل بالجهة المقلوبة يا بنات، تمام. بالطريقة العدلة هي الجهة العدلة، تمام. يبقى انا عنديش مشكلة في اني اختم بطريقة مقلوبة او اختم بطريقة عدلة، هي المهم عندك انك يكون عندك حلقتين على الابرة بتفصلي واحدة تنزليها تحت التانية، وانتي بقى بتحددي اذا كان شكل شغلك مقلوب او عدل، انتي بتبقي عارفه، وبعد كده بتبتدي تفصلي كل اتنين مع بعض. احنا زي ما قلنا مع بعض، لو انا بشتغل سطر عدل سطر مقلوب هيديني الشكل ده من هنا والشكل ده من هنا. ازاي بعرف ان السطر ده اللي انا هشتغله عدل او مقلوب؟ لو اداك الشكل المستوي ده بيكون بتشتغلي سطر عدل، لو اداك الشكل اللي هو الزجزاجي ده بتشتغلي سطر ايه؟ مقلوب. تمام يا بنات، كده معايا حلقة، بقى محتاجة كمان حلقة اشتغل غرزة كمان، وابتدي اسقط الغرزة رقم واحد من على اليمين من الغرزة اللي قبلها وانزلها تحت الابرة بالشكل ده واسيبها. نزلت واحدة، يبقى محتاجة ان انا يكون معايا واحدة تانية كمان على الابرة، وافضل بقى بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين اسقط حلقة من حلقة لغاية ما اوصل يكون معايا على الابرة حلقة واحدة بس. في النهاية بقص خيط البداية بالشكل ده، بسيب 10 سنتي مثلا واقص الخيط واسحبه من داخل الحلقة اللي بتكون فضلالي على الابرة، واعمله عقدة وخلاص وبربطه، مفيش اي مشكلة. نكمل مع بعض واحدة واحدة. لما يكون معاكي حلقتين على الابرة تسحبي التانية من على الاولى زي ما انت شايف. لو انت ايدك هتخونك امسكي بقى، بصي بعد ما انا بعدي كده بايدي بسحب الحلقه الاولى تحت كده، واروح منزله اللي انا سحبها دي تحت الحلقه الاولى، وبكمل بنفس الطريقه. تسهلي على روحك في البدايه لغايه ما تتقني الشغل، وبعد كده كل حاجه هتكون سهله جدا ومش محتاجه منك اي تعب خالص. بكمل بقى لغايه ما بوصل لنهايه السطر، اشتغل غرزتين واسقط منهم واحده زي ما احنا شايفين لغايه ما اوصل لنهايه السطر كله. الحلقة الأخيرة لو انتي مش هتعرفي تربطيها داخل الخيط مفيش مشكلة خالص، بإبرة التنظيف تبتدي تخيطيها في داخل الشغل، أو تسحبيها بإبرة الكروشيه من عندك على الإبر بالشكل ده. أنا صراحة بسحبها بإبرة الكروشيه بتكون أضمن وأنضف، وإذا ما عندكيش إبرة الكروشيه مفيش مشكلة اسحبيها عادي خالص بايدك. بنكمل زي ما احنا شايفين اهو، اسحب الحلقة الاولى عندي من الحلقة التانية واسقطها من على الابرة لغاية ما بوصل الى
نهاية السطر عندي كده، فاضل لي خلاص 3. يلا دي واحدة، 2. ودي الطريقة يا بنات اللي بختم بيها اي شغل في التريكو ايا كانت الغرزة اللي بشتغل بيها. 3 اهو، خلاص اخر غرزة او حلقة عندي هسقطها من دي وخلاص بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بقى بسحب الخيط دي زي ما احنا شايفين وهبتدي، بصوا الخيط ده اهو، بقص بسيب منه 10 سنتي وابتدي اقص. وبعد ما بقص بروح سحبه بايدي، بلاش حتى ابرة الكروشيه، بسحب بايدي بقى الشكل ده اهو واروح ايه. طبعا انا بكون قصيت فكده كده الخيط عندي بيطلع من الناحية دي، وبكون كده عقدت عقدة وبتبقالي الخيط اللي هو على اليسار ده بابرة التنظيف، بروح داخلة بيه مدخلة داخل الغرز دي كده يا بنات زي ما احنا شايفين كده. انا سقطت كل الغرز من على الابرة وختمت السطر الاخير بالطريقة العدلة وبنفس الطريقة. لو انت عايز تختميه بطريقة مقلوبة مفيش مشكلة، بتشتغلي بالطريقة المقلوبة، بس طريقة الاسقاط واحدة، انك بتكون معاكي حلقتين على الابرة، بتسحبي واحدة من فوق التانية تنزليها تحت الابرة خالص تسقطيها زي ما انت شايفة كده على الشغل، وتبتدي تشتغلي واحدة تانية بحيث يكون معاكي 2، وهكذا بتفضلي تكرري لغاية ما توصلي لنهاية الشغل. وفي نهاية الشغل زي ما وريتك بتسحبي الحلقة وتقصي الخيط بنفس الطريقة. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم. لو عندكم اي استفسارات اكتبولي، ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.